وأخيرا يمكنني الاستراحة الآن من كل هذا العمل. أعطني إياها إيفا، أعطني إياها. كلا إنها لي، لن تأخذها، لن تأخذها. هذا يكفي يا إيفا، إنها لي، أعطني إياها. كلا كلا، لن أعطيك إياها أبدا. أعطني إياها إيفا. داني إيفا، هذا يكفي الآن. أبي، إيفا أخذت لي البوب إيد خاصتي. حسنا، أعتقد أنني لن أستطيع أن أستريح أبدا. هاتيها، إنها لي. لن أعطيك إياها أبدا. هاتيها يا إيفا. أظن أن هذا المكان مناسب لأنعم ببعض الراحة. مرحبا يا جيك. كنت أظن أنني نجوت، ماذا تريدين مني؟ إن حقائبي أصبحت جاهزة. حقائبك؟ أجل، موعد رحلتنا بعد 20 دقيقة، هل نسيت أم ماذا؟ تذكرت. أين هن المربيات؟ يجب أن نذهب كي لا نتأخر عن موعدنا. المربيات؟ ألم تحضر لي مربيات للاعتناء بأبنائنا؟ في الحقيقة، ها هم قد وصلوا الآن. لقد أحضرنا لكم البيتزا. إذا غضينا النظر عن تلك الوشوم الغريبة جدا، فسيكونان مناسبان لذلك. ألستم من طلب البيتزا؟ عليكما أن تنسيا أمر البيتزا. أرجوكما، هل ساعدتماني؟ أنا بحاجتكما ليومين. بماذا تحتاجنا؟ كلا لا نستطيع أبدا. سأدفع لكما مبلغا جيدا من النقود. لحظة واحدة. يجب أن نتناقش قليلا. أتمنى أن يوافقا على طلبي. هذه فرصتنا يا صديقي. أجل، إننا بحاجة للمال، لكنهم أطفال صغار. أجل، لكنهم لطفاء جدا. بالمناسبة يا أصدقاء، إن أولادي مطيعون جدا. إنهم أطفال صغار، لا نستطيع ذلك. ما بك يا أليكس، يوجد نقود. هل انتهيتما من النقاش أم ماذا؟ أجل، نحن موافقان. أجل، هذا رائع. ومتى علينا أن نبدأ؟ هيا يا جيك، لقد جاءت سيارة الأجرة. عليكما أن تبدأ الآن مباشرة. ما رأيكما أن نتعارف؟ ألم يعجبكما كلامي؟ أليكس، هل يمكنك الحديث معهم بلطف أكثر؟ أنت محق، في الحقيقة يبدوان لطيفان. هيا أيها الخاسران. ماذا؟ هيا بنا يا إيفا. يكفي، يكفي هذا. يكفي يا أولاد، لقد تبللنا. توقفا. وأخيرا نجحنا يا زوجي، قد غادر الوالدان. هيا. هذه هي العادة، دائما ما تدخلينني بين الأعشاب. جيك أصمت، هذا الشيء يسمى تخفي. هذه المرة لن نضيع وقتنا من دون فائدة. جيك، لماذا أنت متشائم دائما؟ لأنني لا أحب الذهاب إلى قسم الشرطة. لا يوجد بالسجن أكل لذيذ، لكنه طعام مجاني. والآن ماذا سنفعل؟ هل سنخطف الأطفال ونطلب فدية؟ تمهل قليلا يا جيك. في البداية يجب علينا أن نحتجز الأطفال، ومن ثم الاتصال بأهلهم وطلب النقود. هؤلاء؟ أين؟ أخبرني. إنني أشعر ببرد شديد. إنهم أطفال صغار يا كيفين، وهم لطيفون جدا. حسنا حسنا، لقد كنت محقا يا أليكس، فهذان الولدان شقيان جدا. سوف سترى ماذا سأفعل بهما. وكأنهما لا يشبهان الأطفال أبدا. ما بك يا جيك، اهدأ قليلا، أنت دائما لا تعرف تفسير الأمور جيدا. ماذا؟ هذان الشابان ليسا طفلين بالطابع. أنت التي قلت إن الوالدين قد سافرا ولم يبقى سوى الأولاد في المنزل. أجل، لقد أحضرهما ليهتما بالأطفال. سحقا، لقد تدمرت خطتنا بالكامل. اهدأ قليلا، لدي خطة كي نستطيع الدخول إلى المنزل. وأنا؟ سأفكر لك بشيء، لا عليك بهذا. أتمنى أن لا تكون خطتك هذه المرة غريبة كالسابق. ماذا الآن؟ هل انتهيتما؟ هذا يكفي الآن. لن نسمح لكما بالاختفاء عن ناظرينا. لقد جاء والدي. هيا، لن تلحقا بنا، لن تلحقا بنا. ماذا تفعلان؟ من سيكون هذا المزعج الآن؟ لنذهب ونفتح الباب، أظن أن الطعام قد وصل. أتمنى ذلك. تظنين أنهم سيفتحون؟ أنا واثقة. حسناً، تفاءلي أكثر. مرحباً. مرحباً. هذه الفتاة أفضل من الطعام. إن هذا النموذج من الشبان لا يعجبني. أنا أكون الخادمة الجديدة. أي، لماذا فعلت بهذا؟ كان على الوالدين أن يخبراكما بهذا. في الحقيقة لم يخبرنا أحد بأي شيء. تفضلي من هنا. ما الذي تفعله؟ أليكس، لا يجب علينا السماح لأي أحد بالدخول. أجل، أنت محق يا كيفين، أما الفتيات كهذا يحق لها الدخول. يا لك من أبلة. كالمعتاد، يجب علي الدخول من النافذة في الخلف.
حسنا. يا إلهي، لقد تألمت كثيرا. دان، هل سمعت ذلك أيضا؟ يبدو أن المربيان فعلا شيئا. أخبرتك أنهما مزعجان. أنت محق. إنها تؤلم كثيرا. أنت هنا؟ في المرة القادمة أنت تدخلين من النوافذ وأنا أدخل من الأبواب. جيك، لا أريد إزعاجك، ولكن هذا الثوب لا يليق بك أبدا. ماذا تقصدين بهذا؟ إنني أمازحك، ما بك. عندما نأخذ الطفلين معنا سنحصل على الكثير، وعندها سوف تختفي كل الآلام من قدمي. منذ متى وأنت تتألم إلى هذه الدرجة؟ ماذا بك يا كيفن؟ أخبرني. أليكس، لم يبقى علينا إلا تنويم الأطفال. متأكد أنهما لن يكتشفانا؟ بالطبع، فهما لا زالا طفلان صغيران، ليس لديهما عقل كبير. الآن سوف ننتقم منهما على كل شيء فعلاه. يا أولاد يا أولاد، ما رأيك؟ هل نذهب ونرى ماذا يريدان؟ هيا بنا، ربما لديهما شيئا لذيذا. رائع، إنها حلوة. دان توقف. لماذا يا إيفا؟ فأنا أريد أن أكل الحلوة. لا تأخذ منها، أظن أن هناك حيلة ما. لا أظن، لكن هذه الحلوة تبدو لذيذة جدا يا إيفا. حسنا، تعال معي ولكن بهدوء. يا أولاد يا إلهي، ما كل هذا الصراخ؟ ها، أظن أن المربيان قد أخافا الطفلين. إذن اتركها لي، أنا سأتكفل بالأمر. انتظري، سأتي معك. انتظريني. لقد وقعت مجددا، انهض واتبعني في الحال. ما كل هذه الحلوى الموجودة على الأرض؟ إنه مطربان وشوكولا. توقف، أعتقد أن المربيان قد وضعها هنا حتى نقع في فخ ما يا دان. حسنا، ماذا كنت ستفعل من دوني أيها الأبلة؟ هيا اتبعني. ولكن رائحتها لذيذة جدا. لننتظر ونرى ما الذي سيحصل الآن. حسنا، سأتتبع الحلوى وهي ستوصلني إلى الأطفال دون شك. انظر يا دان، من تكون هذه أيضا؟ لا أعرف، أظن أنها مربية جديدة. أرأيت؟ لم يأتي الأطفال، أظن أن هذا كله لن ينفع. لا يمكن لهذا أن يحصل. أحد ما قادم. إنه مطربان الشوكولا. خذها هيا. هل رأيت ذلك؟ انظر. ما هذه المزحة التافهة والقذرة؟ من الذي فعل هذا بي؟ يبدو أننا لسنا أغبياء أبداً مثل هذه الفتاة. أجل، لقد وقعت بالفخ. ماذا هناك؟ إنهما الطفلان، لقد سارة، ما هذا الشيء الذي تضعينه على رأسك؟ لا تسألني يا جيك. حسناً، هذان الطفلان ليسا سهلين، لقد قاما بخداعك. لقد سرت خلف الحلوى ووقعت بالفخ. ماذا تقصدين؟ انسى ذلك، سأذهب إلى الحمام وسأنظف نفسي. أنا غاضبة. أنت ذاهبة إلى الحمام وأنا قدمي تؤلمني. يا أطفال تعالوا. أنت تفعل هذا كله من أجلهم؟ إنهم أطفال وهم بحاجة إلى الطعام. ما هذا الجنون؟ لو أن الأمر عائد إلي لأطعمتهما كل الأوساخ الموجودة في الخارج. لحظة، وهل الأوساخ التي في الخارج تشبه الطعام؟ اهدأ قليلا، إنها تشبه الطعام قليلا، ليس كثيرا. حسنا، شكرا لك لأنك طمأنتني. لا تخف يا دان وتعال معي. وأنتما أيها المربيان، ما سر هذه الوجبة؟ بهدوء. نقترح الآن أن نعقد صلحا. ولكن لماذا تغير رأيكما؟ لأننا الآن أصبحنا متعادلين واحد لواحد. بماذا تعادلنا؟ أنتما بللتمانا بالماء ونحن رميناكما بالمعكرونة. ولماذا تضحكان؟ ما بك، هل يخيفك ضحكهما؟ لم تفهما سبب ضحكنا، أليس كذلك؟ نعرف أننا عاقبناكما للأسف الشديد. أنتما ألقيتما المعكرونة، لكن ليس علينا، بل كان ذلك على فتاة أخرى. ماذا قلتم؟ هذه هي الفتاة. يا للهول، أليكس، كان يجب عليك النظر إلى الأسفل. إذن أنتما من فعل هذا بي؟ سارة، سامحينا، لقد ظننا أن الأطفال في الأسفل. منكما. إنها فكرته يا سارة. هاي.
حسناً، سنتحاسب على هذا الأمر لاحقاً. أظن أن هذه الفتاة ليست جيدة. هذا بيتنا نحن، ولكن أنت من تكونين؟ أنا خادمتكم الجديدة سارة. أنت لا تعجبيني أبداً يا سارة. هل لديك الشوكولا؟ كلا. وأنا أيضاً لا تعجبني. والآن وجدت طريقة لكي أتصرف معكم. أنتم بحاجة إلى الشوكولا. لو كان هناك شيئاً لذيذاً للأكل. شوكولا مثلاً. وعن أي شوكولا تتحدثان؟ فأنتما بحاجة إلى طعام طبيعي وجيد. هيا كلا. تفضلا وكلا. لا. هل هذا الشيء تسميانه طعاماً حقاً؟ بالطبع. إن هذا الطبق بذلت جهدي من أجله. لسنا معتادين على هذا الطعام. ماذا فعلتما أيها المشاغبان؟ اهدأ يا أليكس، إنهما طفلان صغيران. سأرمي هذا الطبق على رأسيهما الآن. أليكس؟ من فعل هذا؟ حسناً، يبدو أن الطفلين قد ألصقاك على الكرسي. كيفن، توقف عن الضحك وساعدني الآن. حسناً، سأساعدك. ما هذا الشيء؟ كيفن؟ لا أستطيع الحركة، يبدو أنهما ألصقا حذائي بالأرض. هؤلاء الأشقياء. هذا يكفي، من الأفضل لهما أن يختفيا عن ناظري. ولكن كيف لي أن أزيل هذا اللاصق عن كلينا؟ إنها مهزلة يا كيفن. انظر إلينا يا أليكس، إن مظهرنا مضحك جدا. فلتصمت الآن. مرحبا. هل أحضرت المطلوب؟ أجل، خذي. ما هذا؟ ماذا؟ جيك، لماذا أكلت كل هذه الحلوى؟ لا تنسى أن تنظف فمك مرة أخرى. ما قصدك؟ كيف يمكننا إنهاء مهمتنا وأنت هكذا؟ عليك أن تكون أكثر جدية. لكنني دائما معك ولا يمكنني أن أتركك وحيدة. لكنك تجرب كل ما يمكن أكله مثل الأطفال الصغار. أنت محقة، فأنا أحب الطعام. وكيف لي الآن أن أكسب ثقة الأطفال الصغار؟ ها؟ سارة، خذي كل واحد منهما على حدة. أحسنت يا جيك، فكرة رائعة. سأبدأ أولا بالفتاة، فهي تبدو ذكية أكثر من ذلك الفتى. ماذا كنت ستفعلين من دوني؟ اصمت يا جيك، يا لك من مغرور. لقد جاء، هيا بنا. توقف حالا. ولكن ما هذه؟ ومن الذي ألقاها على درجات السلم هكذا؟ الأولاد، أنا واثق من هذا. إنهما طفلان ذكيان جدا، ألم تلاحظ هذا؟ وبعد كل هذا تسألني؟ ما رأيك أن نصبح أصدقاء معهم ولنبدأ بكل واحد على حدة؟ حسنا، لكن يجب علينا أن نجذب الفتاة إلى صفنا. أنا موافق، لأنني أعتقد أن إيفا هي الأساس. هذا أنت، مرحبا. أهلا بك. بمناسبة الحديث عن الشوكولا منذ قليل، ألا تريد أن تختار الألذ منها؟ شوكولا؟ إنني أحبها كثيرا. أجل، أنت تذكرني بأحد ما. هيا هيا أسرع، اذهب إلى اليمين بسرعة. اليمين اليمين، هيا هيا هيا، انتبه انتبه انتبه. مرحبا يا إيفا. ألا توجد لديك تسلية أخرى غير هذه؟ لنجرب شيئا آخر. أخبراني، ما الذي تريدانه؟ ما الذي تخططان له الآن؟ نريد صداقتك. ما بكما؟ هل حقا استسلمتما بهذه السرعة؟ وما الذي تريدين؟ نحن جاهزان لتحقيق 3 رغبات لك وليس أكثر من هذا. طبعا يوجد لدينا شرط واحد، أن نصبح أصدقاء. وستحققان لي 3 رغبات بدون تردد؟ بالطبع. ولن تتمكني من إخافتنا مرة أخرى. لذيذة جدا. أجل أجل، إنها لذيذة جدا، هل يمكننا أن نذهب؟ كلا، فأنا لم أجرب هذه بعد. شوكولا مع المكسرات اللذيذة. إنه مغرم بها أكثر مني. أنت محق، أنا نفسي مندهشة. أين يذهب بكل هذه الكمية؟ أتمنى أن لا يموت بسببها، وإلا لن يعطونا الفدية أبدا. أنا أشعر الآن أنني أسعد طفل في هذا العالم كله. بالصحة والهناء إذن. كم أنتما طيبان ورقيقان. إن إيفا تتصادق مع أغبى شابين في هذا العالم كله. الأغبى هو من وافق على تلبية رغباتها دون تردد. لكن هذا ما يجب أن نفعله حتى نستفيد. بقي رغبتان لهذه المجنونة. يا إلهي، متى ستنتهي هذه المهمة البشعة؟ لقد حلمت كثيرا أن أكون مصففة شعر. نحن سعيدان لأن رغبتك قد تحققت أخيرا. أنتما أفضل مربيان تعرفت
عليهما على وجه الكرة الأرضية كلها. أجل، هل يمكننا الآن أن ننتقل إلى المهمة التالية؟ أنتما تعرفان أنني أحب أن أكون بطلة مميزة. كما تشائين. أريد أن أكون أقوى فتاة في هذا العالم. أشعر بالتخمة. إذا لم تكتفي سأذهب أنا وأنت ونحضر المزيد. سنشتري الشوكولا مرة أخرى إذا أردت. هيا وافق، أعتقد أنك لن تضيع هذه الفرصة من يدك، فأنت طفل ذكي. ما رأيك، هل نذهب؟ لقد أكلت الكثير من الحلوى وأريد أن أشرب شيئا. هذا الشعور طبيعي جدا، كما لاحظت أنك أكلت قطعة كبيرة من الشوكولا. تفضل اشرب الماء. هلا فتحتها لي؟ حسناً أعطني إياها. لقد فعلتها، لقد فعلتها. توقف أيها الغبي. جيك، هل رأيت ماذا فعل؟ لقد قام هذا الطفل الصغير بخداعك، طبعاً رأيت ذلك. اصمت ولا تضحك. إيه، لا تلمسيني. متى سننتهي من هذه المهمة؟ أجل، وأخيراً سأكون أقوى بطلة في العالم. أجل، ستكونين الأقوى طبعاً. أما نحن فلسنا كذلك، لدرجة أننا لم نتعب أبداً. ولا نريد أن نشرب ماءً أيضاً. لماذا تعبتما؟ فالأبطال المميزون لا يستسلمون مهما حصل. في الحقيقة نحن نريد تنفيذ رغبتك الأخيرة بأسرع وقت ممكن. أخبرينا ماذا تريدين؟ أريد الكثير من الحلويات اللذيذة والرقائق أيضا. هذا سهل جدا. أنتما جعدان؟ أجل، نحن جعدان. ما كان هذا؟ هاي، لماذا رميتها علينا هكذا من دون إنذار؟ دان، توقف، هذان المربيان رائعان وأيضا هما مميزان جدا. أوه يا إلهي، هل إيفا تقصدنا في هذا الكلام؟ إيفا، هل تقصدهما؟ أجل، أليكس وكيفن مربيان رائعان ومميزان جدا. أجل، نحن كذلك. ويمكننا ضمك إلى مجموعتنا، مجموعة الأبطال المميزين. المربيون المميزون. فهم، المربيون المميزون. كلا، أنا لا أريد الانضمام لمجموعتكم، لقد أصبح لدي مربية رائعة جدا. إذن هيا اذهب إليها. حسنا، أنا ذاهب. كان عليك تنفيذ ما قلته لك. أخفض صوتك، أظن أن دان في طريقه إلينا الآن يا جيك. حسناً، حان وقت التنفيذ إذن. لا أريد المربيون المميزون، فأنا لدي مربية رائعة جداً، يكفي أنها تهتم بي وتعطيني الشوكولا. يبدو أنك وقعت الآن. لقد نجحت خطتنا، علينا الذهاب الآن. إنها لذيذة جداً. والآن يا إيفا، هل أنت سعيدة؟ أجل. إذا كان هذا قليل فيمكنني إحضار المزيد بعد. إن الأمر ليس في الرقائق. ما الأمر إذن؟ هذه رغبتك الثالثة. لو أن أخي دان موجود هنا معنا، إنه يحب الحلويات والرقائق كثيرا. هل تريدين تقاسمها معه؟ هل اشتقت لأخيك يا صغيرتي إيفا؟ أجل. رائع. وأخيراً لقد أنهينا عملنا، أصبح الطفل معنا. بقي علينا الآن أن نأخذ الطفلة من هذين المربيين المجنونين. كوكو. خذ هذه. أجل، أخبراني من هو المربي المجنون الآن. أظن أن اللصوص هم فقط الأغبياء يا صديقي. أحسنتما أيها المربيان الرائعان. هاي، هل من أحد يفك لي قيودي؟ أرجوكم.